لنفترض أن لدينا ثلاثة مصفوفات هي A و B و C، ولنفترض أن B و C كلاهما عبارة عن مصفوفات M ضرب N، وأن A هي دعونا نسميها مصفوفة K ضرب M. وما أريد فعله هو إيجاد ما إذا كانت نواتج المصفوفة توضح خاصية توزيعية. لذا دعونا نختبر A ضرب B زائد C. A ضرب B زائد C. وبالطبع فإن هذه هي المصفوفات جميعها، إذن B حتى تتضح الأمور المصفوفة B يمكن أن تمثل مجموعة من متجهات العمود B1 و B2. وصولا إلى BN، والمصفوفة C يمكنها أيضا أن تمثل كمجموعة من متجهات الأعمدة. إذا المصفوفة C يمكن أن تمثل كمجموعة من متجهات الأعمدة C1 و C2 وصولا إلى CN. ربما كان علي أن أرسم هذه هي المتجهات الأعمدة، وهي في الواقع يجب أن تكون عمودية. أعتقد أنكم قد رأيتم هذا عدة مرات. الآن ما هو ناتج A ضرب B زائد C؟ هذا يساوي A ضرب B زائد C. عندما نجمع B زائد C، تعريف جمع المصفوفة هو أن تقوم بجمع الأعمدة المتماثلة، أي يتلخص بجمع المدخلات المتماثلة. إذن العمود الأول سيساوي B1 زائد C1، والعمود الثاني سيساوي B2 زائد C2، وتستمر بذلك حتى تصل إلى العمود N، وسيساوي BN زائد CN. الآن من خلال تعريف المصفوفة ونواتج المصفوفة، هذا الناتج سيكون مساويا للمصفوفة، حيث نأخذ المصفوفة A ونضربها بكل من متجهات عمود هذه المصفوفة أي B زائد C، وهو كما يمكنك أن تتخيله كل من M ضرب N. في الحقيقة يجب أن يكون لكلاهما نفس أبعاد عملية الجمع حتى يعرفا. إذن هذا هي ستكون M ضرب N، وقد قلت لكم بالفعل أن A عبارة عن K ضرب M، ونحن نعلم أن هذه معرفة لA. إذن عدد أعمدتها يساوي عدد صفوف B زائد C، هذه معرفة جيدا، وهذه ستساوي، دعوني أبدل الألوان مرة أخرى، A ضرب المتجهة العمود A ضرب B1 زائد C1. العمود الثاني سيكون A ضرب متجهة العمود B2 زائد C2. لقد نفذت المساحة، هذا كله إلى أن نصل إلى A ضرب متجهة العمود BN زائد CN. هذا هو تعريفنا للمصفوفة وناتجها. فقط نأخذ المصفوفة الأولى ونضربها بكل من متجهات عمود المصفوفة الثانية. يمكننا أن نقول ذلك لأننا قمنا بالفعل بتعريف نواتج متجهات المصفوفة. إذن كم تساوي هذه الموجودة على اليمين؟ سأستمر في تغيير الألوان. نحن نعلم أن نواتج متجهة المصفوفة توضح خاصية توزيعية. لا أتذكر متى قمت بعمل هذا، لكننا افترضناه لبعض الوقت. إنه شيء من السهل إثباته. إذن كل واحد من هذه الأعمدة سيساوي، دعوني أكتب بهذه الطريقة، هذا يمكن أن تعاد كتابته. العمود الأول سيكون A ضرب متجهة العمود B1 زائد A ضرب متجهة العمود C1. هذه العبارة تعادل تلك العبارة. التالي سيكون A ضرب B2 زائد المصفوفة A في المتجه C2، ثم العمود N سيكون المصفوفة، نستمر مصفوفة A ضرب BN زائد المصفوفة A ضرب BN ضرب CN.
هكذا. الآن يمكن أن نكتب هذه المصفوفة بصورة مجموع مصفوفتين مختلفتين، فكم ستساوي؟ تساوي، دعوني أرى، سأكتبها هنا، A ضرب B واحد كأول عمود، و A ضرب B اثنان ثاني عمود، وصولا إلى A ضرب B N وهو العمود الثالث. تلك هي العبارات. ومن ثم إذا أردت أن أضيف إليها المصفوفة A ضرب المتجه C1 و A ضرب متجهة العمود C2 وهي الأعمدة المختلفة لهذه المصفوفة، ومن ثم يكون لدينا المصفوفة A ضرب متجهة العمود CN. هذا ما يمثل هذه العبارات. وبكل وضوح إذا جمعت هذه المصفوفتان فسأجمع متجهات العمود المتماثلة وأحصل على هذه المصفوفة. لكن كم يساوي هذا؟ من خلال التعريف، هذه المصفوفة هي A ضرب المصفوفة B. تعريف نواتج المصفوفة هو أن تأخذ أول مصفوفة وتضربها بمتجهات عمود المصفوفة الثانية، وبنفس المبدأ على ما أعتقد هذا مساويا ل A ضرب C. وكل هذا تذكروا أن لدينا مجموعة من إشارة التساوي، A ضرب B زائد C تساوي. إذن يمكننا أن نقول الآن وبلا شك أنه طالما كانت النواتج معرفة يجب أن تحتوي على الأبعاد الصحيحة، بحيث A ضرب B زائد C تساوي A ضرب B زائد AC. إذن نواتج المصفوفة توضح الخاصية التوزيعية على الأقل بهذا الاتجاه، وأقول ذلك لأنه تذكر أن نواتج المصفوفة ليست تبادلية. نحن لا نعلم أن B زائد C ضرب A مساوية لذلك، في الحقيقة معظم الوقت لا يكون هذان متساويان. إذن نحن لا نعلم بعد إذا كنا قد عكسنا هذا، ما إذا لا يزال يوضح خاصية التبادلية. دعونا إذن نحاول فعل ذلك. سأفعله بشكل أسرع قليلا لكي تعرفون الفكرة العامة هنا. إذن دعونا نأخذ B زائد C ضرب A، وسأكتب A بصورة متجهات عمودها A1 A2 وصولا إلى A تحتوي على M من الأعمدة بشكل صحيح. A تحتوي على عدد M من الأعمدة، إذن وصولا إلى AM. ومن خلال تعريف نواتج المصفوفة، هذا سيكون مساويا لمصفوفة B زائد C، عبارة عن مصفوفة، أليس كذلك؟ يمكننا أن نمثلها بصورة مصفوفة، وهي عبارة عن B زائد C ضرب كل من متجهات العمود A. إذن ستساوي B زائد C ضرب A واحد، وB زائد C ضرب B ضرب A اثنان، وصولا إلى B زائد C ضرب A N. ومرة أخرى، في عروض سابقة على ما أعتقد كنت قد وضحت أن نواتج متجهة المصفوفة توزيعية. إذن يمكننا أن نوزع هذا المتجه على مدى هاتان المصفوفتان، وإذا لم أقم بإثبات ذلك بعد فإنه إثبات مباشر. إذن يمكننا أن نقول أن هذا يساوي B B ضرب A واحد زائد C ضرب A واحد، هذا العمود الأول. أما العمود الثاني فهو B ضرب A اثنان زائد C ضرب A اثنان وصولا إلى B ضرب A N زائد C ضرب A N.
كم يساوي هذا؟ سأكتبه. هذا يساوي بضرب A1. هنا A1 ثم بضرب A2. وصولا إلى بضرب AN. زائد C ضرب A1. C ضرب A2 وصولا إلى C ضرب AN. أليس كذلك؟ هذا يمثل هذه العبارات، وهذا يمثل العبارات الأولى من كل من متجهات الأعمدة هذه، وهذا من خلال تعريف نواتج المصفوفة مساويا لـ BA وهذا مساويا لـ CA. إذا الآن قد رأينا أن الخاصية التوزيعية تنجح بكل الطرق باستخدامها مع نواتج متجهات المصفوفة، حيث أن B زائد C ضرب A تساوي B ضرب A زائد C ضرب A، وأن A ضرب B زائد C تساوي A ضرب B زائد A ضرب C. الآن الشيء الذي يجب أن تكون حذرا لأجله هو أن هذان غير متساويان. لقد أوجدنا أن هذا يساوي BA زائد CA. إذن التبادل يتنجح بكل الطرق، لكن عندما نتعامل مع مصفوفات من المهم أن تحافظ على الترتيب. إذن هذا سيكون لدينا الـ A ثانيا هنا، BA زائد CA. لا يمكنك أن تقول أن هذا يساوي AB زائد AC، لا يمكنك أن تبدلهم، لأننا قد أوضحنا لعدة مرات أو أننا قد تحدثنا لعدة مرات أن النواتج المصفوفة ليست تبادلية. لا يمكنك أن تبدل ترتيب النواتج، لكننا على الأقل قد وضحنا في هذا العرض أن هذه الخاصية تبادلية تنجح بكل الطرق.